السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة جديدة في الفيديو الثالث للتعامل مع البلاك بورد جامعة القصيم. دلوقتي بنشوف ازاي بنعمل اعلان او رسالة عامة لطلاب احد المقررات. ده بيتم من خلال الدخول الى المقرر الدراسي المراد التعامل معه، ثم في لوحة التحكم الخاصة بهذا المقرر في أدوات المقرر الدراسي في رسائل إعلامية، بنتوجه إلى هذه الصفحة وإنشاء إعلان جديد بالضغط على هذا الزر. بتظهر لنا هذه الصفحة، وكما هو معتاد هتلاقوا الصفحات شبه متشابهة، التعامل معها بنفس الطريقة، الحقل المطلوب. فلنفرض هنا الإعلان. مهم جدا نهتم بالموضوع، لأن هو ده هيبقى العنوان بتاع الإعلان. فممكن هنكتب مثلا فيه تأجيل موعد محاضرة مقرر أحياء واحد. نحاول نخلي العنوان وافي، لان التوصيف اللي هنكتبه هنا مش شرط كله يبان في الاعلان، هيبان العنوان، وبالضغط على العنوان ده هيبتدي يظهر محتوى الاعلان. فهنا هنقول مثلا قد تم او قد تقرر تأجيل موعد محاضرة أحياء عام واحد إلى الموعد أو إلى يوم كذا الساعة كذا بالقاعة كذا بالشكل ده. وبنختار الخط بتاعنا، بنختار يكون خط كبير أهو. كده بيكون تم الاعلان او محتوى الاعلان. يعني يهمني بقى الجزء اللي تحت ده. الحقيقه عاده الاعلان ده ما بيكونش مفتوح، يعني مش معقول اعلان هيتحط الفصل الدراسي بالكامل، فغالبا بيكون اذا كنا عايزينه كده فلا يوجد تقييد بتاريخ، يعني هيفضل مفتوح. لكن عاده لما بيكون في اعلان من هذا القبيل فبيكون مقيد بتاريخ، من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، لمده مثلا يوم، لمده 3 ايام، قبلها باسبوع، الى هذه الايه التواريخ اللي احنا بنحددها حسب الاعلان بتاعنا. الحقيقه النقطه اللي جايه دي هي النقطه هامه وغايه في الاهميه. ليه؟ احنا قلنا هنا فوق هيبان دلوقتي زي ما هنشوف، ده هتبقى واضحه لما هننتقل نرجع للصفحه اللي قبل. هنلاقي اسم العنوان او العنوان ده او اسم الاعلان هو اللي هيبقى واضح، المحتوى بتاعه التفصيلي مش هيكون واضح. طبعا بالضغط عليه هيظهر، لكن الافضل عشان نتاكد ان كل انه كله وصل له هذا الاعلان، انا رابط الاعلان ده حضراتكم، انا بعمل الاعلان ده وانا جوه مقرر محدد، فبالتالي الاعلان ده هيكون خاص بطلبة هذا المقرر. فممكن اضغط على هذه العلامة او هذا الصندوق، اعلم عليه علامة صح عشان ارسل نسخة من هذا الاعلان فورا، بيتم بالبريد الالكتروني. ايه الحكاية؟ ايه هو احنا اللي هندخل بريد الكتروني؟ الحقيقة لا، ان كل الطلبة المسجلين على هذا الموقع زي اعضاء التدريس مسجلين ببيانات الشخصية، اللي هو الرقم الهوية بتاعه او الهوية ورقم الملف بتاعه او رقم الطلابي والايميل الالكتروني او البريد الالكتروني بتاعه، وبالتالي هو متسجل اوريدي. وعشان كده اول ما مجرد اضغط على العلامة دي هيروح هيشوف ال 30 او ال 50 او ال 100 طالب اللي متسجلين في هذا المقرر، هيبعت لكل واحد فيهم على بريد الالكتروني نسخة من هذا الاعلان. دي حاجة. الحاجة التانية لو عايز اضمن اكتر، لو اعلان مهم قوي، فينا رابط المقرر الدراسي. بيحصل ايه؟ ان عشان اضمن ان كل طالب من الطلاب لو ما فتحش الايميل بتاعه او ما شافش الاعلان، وطبعا ده غير وارد، يعني دي مسؤوليته بقى هو، يعني ما نحاولش احنا ايه نبرر عذر للطالب. الطالب المفترض ان هو طالما اتعامل مع هذا الموقع خلاص بيبقى عارف هو مسؤوليته ايه. لكن للاحتياط بقوم جاي رابط هذا الاعلان، بعمل له رابط في المقرر، يعني بضغط هنا استعراض. طبعا انا ما فيش غير مقرر واحد هو اللي احنا حاطينه، هو المقرر احياء عامه. فانا عندي الملفات بتاعته اهي، المقرر اهو، وادي الصوره وادي النسخه، فبروح اقوم جاي رابطه بالمقرر اهو.
ده معناه ايه؟ معناه لما هيروح يفتح المقرر ده او هيفتح المذكرة او المرجع او الكتاب، هيلاقي فيه رابط موجود بخط كبير كده، يضغط عليه هيقوله ان في اعلان موجود ومحتواه كذا. اضغط ارسال زي ما تعودنا اهو. طبعا هنا اعطاني رسالة ان التاريخ ما دخلش صحيح، فانا هشيل علامة التاريخ ده وهسيبه مفتوح. احنا كده كده احنا بنجرب، فمجرد بأضغط بالضغط على كلمة ارسال يبقى هنشوف الاعلان هيبقى شكله عامل ازاي. اتفقنا ان سرعة التحميل اهو تم، اهو الجزء الاخضر ده تم بنجاح الاعلان. لكن تعذر ارسال البريد الالكتروني ليه؟ لان احنا لسه ما فعلناش المقرر، ولسه ما فعلناش وما خلناهوش ظاهر للطلاب و الى اخره، فده لسه احنا بنجرب. لكن لما بيكون خلاص متفعل وفي طلبه سجلوا في هذا المقرر على هذا الـ 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 هذا الموقع، فطبعا بيتم ارسال البريد الالكتروني بصوره تلقائيه. ادي الاعلان ظهر زي ما احنا شايفين، قد تقرر تاجيل كذا 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 الى اخره. هنروح دلوقتي للصفحه الرئيسيه للمقرر. الصفحه الرئيسيه اهي، نضغط على الصفحه الرئيسيه بالشكل ده. ادي الصفحه الرئيسيه لمقرر احياء عامه واحد، ادي الاعلان اهو زي ما قلت لحضراتكم، اللي بيظهر بس العنوان الرئيسي، عشان كده لازم يبقى واضح تاجيل موعد محاضره مقرر احياء واحد. عشان اعرف بقيه الاعلان بضغط هنا فيديني التفاصيل بتاعه الاعلان بالشكل ده. نرجع تاني للصفحه الرئيسيه بتاعتنا. يبقى احنا في الفيديو القصير ده عرفنا ازاي بنتعامل مع الاعلانات، ان انزل اعلان اهو. حتى لما رحت للصفحه الرئيسيه في الخارج خالص، الاعلانات اللي موجوده خاصه بمقرر معين بتطلع تحت منه اهي. فمجرد ان الطالب يخش على واجهه بيعرف الاعلانات الموجوده هنا بالشكل ده. طبعا الثلاثه اللي موجوده هنا فوق دي، الثلاثه اللي هم الثلاث ملفات اللي احنا حطيناهم موجودين في هذا المقرر اهو. لو دخلنا تاني وخدنا ودخلنا على المحتوى، بالدخول على المحتوى لهذا المقرر بنلاقي ان في الملف وفي الصوره وفي الفيديو اللي موجود هنا في الاسفل. بنطلع تاني للصفحه الرئيسيه في الخارج بالشكل ده، وبيكون ده شكل الصفحه الخارجيه اللي بيظهر، وده طريقه عمل اعلان وايصاله الى الطلاب سواء في الصفحه او الموقع او على البريد الالكتروني او ربطه بالمقرر. والى ان نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.